قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها خبر وأمر. أما الخبر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآدميين الدعاء يدعون له صلى الله عليه وسلم. نعم.